الاخوان السلام عليكم. احنا الاخوه اليوم خرجنا باش نمشيو للصيد، خرجنا للطبيعه الاخوان نشوفوا الطويرات. قيسوني غادي لواحد البلاصه اللي فيها شي حاجه ديال الطويرات. الطوابع ما شاء الله الاخوان، داكشي اللهم بارك. سبحان الله هنا الجو صافي، مكيناش الضبابة بزاف. هاد الجهة هادي كاملة ضبابة، هاي المهم كيف ما العادة الإخوان متنساوش تفاعلوا معنا، خلي معاك شي جيم شي كومنتار، لي مأبونيش القناة يعمل متابعة على بركة الله. اخوان احنا سالينا النصيبة ديالنا، النصيبة هي الاخوان جاب الله اليوم واحد جوج طويرات. بقاو معايا انا نوريهمكم عند جنج مع النصبة الاخوان. طير مخاوش الاخوان اليوم ممكن زلش على العود، ولكن هكاك جاب الله البركة واحد جوج طويرات. بقاو معايا الاخوان انا نوريكم دابا. احنا وصلنا الاخوان للبلاصة اليوم الاخوان، درت جوج نصبات، نصبة في هاد الاتجاه هدا هويا، ونصبة في هاد الكدية هادي هي الاخوان. المهم مع الطويرات هاهم هويا. يا بسم الله، اللهم بارك. تحياتي لجميع المتتبعين. بالنسبة للإخوان اللي كيسولوني شنو كنعطي الطويرات ياكلو، يعني طاري الله مصبر في الطبيعة، نعطي الإخوان الزريعة. الزريعة تكون خضرة، الزريعة يعني كدقها له، كدقها وكطيها له ياكلها بحال هكا بهذا الشكل هذا هو الأخوان. وإن شاء الله مكيكون على الخير، الطويرات كيعيشو. الاخوان جنتوات ديال الباسو، نعم اللهم بارك. فمال جوج فمالات، دور اخوانا نديهم لواحد الصديق ديالي كان وصاني على جوج طويرات جنتوات، نديهم له يربيهم. نرجعهم الاخوان لبلاصتهم.